قصة أول شركة، إنه في الصديق المرحوم عبد الله العريفي جاء لي قال لي خالد في شركة مستقبلها كذا وكذا وكذا، قلت له عطني فرصة أدرسها. درستها، بعد شهر رديت عليه إنه أنا موافق، بس قال عندنا مشكلة واحدة، إن الأطراف اللي موجودة في المجلس منهم وزير ومنهم اثنين كانوا وكلاء وزارة ومنهم يعني أسماء ذا، وش رأيك؟ قلت نحارب نحاول، والحمد لله أعطتنا إن إحنا قدرنا نفوز بمجلس الإدارة ونحظى بالثقة، أعطتنا دافع للنجاح. أذكر إنه أول يوم دخلت الشركة لقيتهم ماخذين مكتب في شارع العلي العام، أجاروا 300,000 ريال، في اثنين في الاستقبال، واحد شقيق سوداني وواحد سعودي. السوداني يقوم إذا دخل واحد مو سعودي، والسعودي ما يقوم إلا للسعودي إذا جاء. فأول ما دخلت قال هو ما يدري إني أنا الآن في مجلس الإدارة، عطنا بطاقتك وإثباتك. قلت يا أخي أنا داخل وزارة الدفاع ولا شركة؟ لاني معطيك لا بطاقتي ولا إثباتي. طلعت فوق لقيت عبارة عن مكتب وزارة مو مكتب شركة، لا الأثاث ولا المستوى اللي هم فيه ولا. فقلت لهم أنا الآن ما قدرت أدخل المكتب إلا بهالطريقة، وشلون بدخل المصانع؟ أنا أبغى أروح للمصانع. قالوا لا إحنا بنبلغهم. قلت ما تبلغهم، بس عطني ورقة إنه أي بوابة أقول للمدير العام لهالمصانع الخمسة أقدمها وأدخل. أول ما دخلت أول مصنع لقيت مبنى إداري متكامل، مبني كامل. فقلت هذا لو، قالوا فاضي ما في شيء، بس هم ما يبون يجون الصناعية، هذول يبغون يداومون في العلية مش في الصناعية. قلت طيب من كيف يدرون عن خطوط الإنتاج المصانع وش اللي قاعد يصير بالشركة؟ لما خلاص استلمت منصبي رسمي قلت لهم كم باقي في عقد الإيجار؟ قالوا لي ما في، شهرين. قلت خلال هالشهرين احنا ناقلين هناك. قلت لهم انتهى، وانا اول واحد معكم. كنت اداوم يوميا للصناعيه،